ان شاء الله مبروك لنا ان شاء الله على المنتخب الجزائري، وحنا ان شاء الله احنا مواجدين في المغرب حاليا، ونقول ان شاء الله الناس اللي في الجزائر يحلوا لنا الحداده، والناس اللي في المغرب يحلوا لنا الحداده حيت احنا الحمد لله خاوه، وعلاش ما يحلوش لنا الحداده حيت احنا كنا الحمد لله مسلمين، نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وفيف نيجيري. فرحان بزاف اليوم اللي ربحنا ودينا الكوب من اول ما بدات لي ماتش، وحنا دائما رابحين وان شاء الله نكملوا رابحين يا ربي دائما. وانت